السلام عليكم خوت، جيسبيغ كل شيء يكون بخير وعلى خير وعلى احسن ما يرام. كما كتعرفوا كاملين خوت، البارح درنا واحد الستوري في انستغرام، غادي ننزل واحد الفيديو كيوضح الحقيقه ديال واحد الفيديو اللي تحط كيسب وكيقذف وكيشهر بيا. دونك درنا داك الفيديو الخوت، ومن بعد ما عرضنا على اللجنه اللي مكلفه ليا بالميديا واللجنه القانونيه، لقينا فيه شي حوايج اللي ما خصهمش يتقالوا، واضطرينا اننا غادي نحيدوا داك الفيديو وغنعاودوا واحد الفيديو اخر اللي كيحترم جميع المعايير المسموح بها في حق الرد. وحنا اصلا ما جيناش هنا باش نسبوا ولا نشتموا ولا نشهروا بشي واحد، جينا فقط باش نوصلوا الحقيقه ونوضحوا للراي العام ونوضحوا للمتابعين المتابعين ديالي نزولا عند رغبتهم الحقيقه كما هي. نخليكم الخوت مع الفيديو. شاف لي لايف ديالي موراها ميم با 3 جوغ كيصوني انا لي لايف ديال هاد السيد. الناس اللي متبعيني كيصيفطوا ليا اجي تشوفي صوفيا، واحد السيد راه كيدير بحالك باتاتي باتاتا. المهم انا دخلت نشوف، سكي ما شوكي سي كو هاد الشخص راه بحال الا حط الورقه والستيلو كيكتب داكشي اللي كنقول، يعني بالحرف على سمعكم ميسي دي كديرين اش خباركم بهذه الطريقه. ما زاد حتى كلمه من عنده. دونك الخوت، نبداو بالنقطه الاولى اللي هي بالنسبه لي انا تافهه، قالت لك هي صاحبه الفكره. كما كتعرفوا كاملين ان الفكره كانت من قبل في الراديو، ومن قبل الراديو ديجا اصلا هي فكره اجنبيه، ومن بعد هذا الراديو وهذا الشيء كامل جاوا بزاف ديال الناس داروا هذه الفكره هذه في الفيسبوك، وما بقاتش اصلا في شكون اللي دخل هاد اللايفات وهذا الشيء، بقات في الاستمراريه واللي خلى الناس انهم يحبوه من خلال هذوك اللايفات بلا تصنع بلا حتى شي حاجه. الحمد لله كنديروا دوك اللايفات بطريقه عاديه بدون تصنع حتى شي حاجه، لذلك يحبون الناس. وكما كتشوفوا الارقام اللي هي اللي كتهضر ديال المتابعين، راكم كتشوفوا شحال وصلنا ديال المتابعين في ظرف وجيز. دونك الخوت، بلا ما نكملوا في هذا الموضوع هذا، ندوزوا لنقطه واحده اخرى. هذيك الفتره ديال هذيك 3 شهور فاش انا حبسه، لان علاش نهضر على هذا البوان، لان خرج دابا واحد السكرين واحد 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 لاباج حطات لي كومونتير ديالي لا فوتو ديال هذاك السيد. اوكي كنقول ليه جاوبني ضروري. انا في هذيك الساعه فاش كنقول ليه جاوبني ضروري، لاني وصلوني دي سكرين ياك صيفطوهم ليا الناس، هو كيسبني فيهم. فانا قبل ما ندير شي رياكسيون او ندير شي حاجه اللي تقدر تكون عواقب ديالو خايبه، انا بطبعي ما كنبغيش نظلم شي واحد. فصيفط ليه ميساج في انستغرام ما جاوبنيش، دخلت لا فوتو ديالو قلت ليه جاوبني ضروري، وكتبتها بليزيغ فوا باش كومسا لو كومونتير يتعاود شحال مره ويقرا باش يدخل نهضر معاه ونستفسر منه، يعني نعرف شنو واقع، واش هذيك الهضره بصح باش ما نظلم حتى شي واحد. اوكي السيد ما قراش لو ميساج ولا جو سي با، اصلا هو ايما انيوري. بالنسبه للسكرين اللي كتقولي خرج في واحد لاباج ديال لي كومونتير ديالك اللي كتكتبي ليا جاوبني، فبلا ما نهضروا على لي ميساج اللي كتصيفطي ليا سيغ سناب شات سيغ فيسبوك سيغ واتساب ديال الرقم اللي كنديروا فيه التيست، المتابعين ديالي راه جاوبوك في ديك لي كومونتير. دونك غير من هذوك لي سكرين راه باين باللي انت اللي كنتي كتقلبي عليا، حيت ما كنتش كنجاوبك، كنطلع عليك فيه في سناب شات، كنطلع عليك فيه في انستغرام، في كاع المواقع ديالي كنطلع عليك فيه وما كنجاوبكش، واضطريتي انك تمشي حتى للتصاور ديالي وتكتبي لي كومونتير. دونك حتى هذا الموضوع وهذه النقطه بالنسبه ليا تافهه، ندوزوا للحاجه اخرى. واحد النهار كنتفاجئ انه دخل عندي في واتساب، بحكم ان الرقم ديال الواتساب ديالي يعني حاطاه بوغ لو بوبليك، كاين الرقم الشخصي وكاين الرقم اللي البنات كامل كيعرفوه اللي كيهضروا معايا فيه اللي، فما عرفتش شكون عطاه الرقم. دخل السلام عليكم، وعليكم السلام، انا بلا فوتو ديالو عرفته، وي صافا كذا كذا كذا، قال لي يا اختي راه وصلوني اللي وصلوني لي ميساج ديالك باسكو انا درت واحد المره لايف في الجروب ديال البنات. بخصوص الرقم ديال الواتساب اللي قالت انا اللي دخلت قلبت عليها في النمره ديال اللي كدير بها هي التيست، انا اصلا ديجا قلت لك ما كنتش كنعرفك وما عمري عرفتك وما عمرت عليا شي لايف ديالك، دونك انت اللي دخلتي عندي في النمره اللي كندير بها انا التيست اللي حاطها في اللايف، وصيفطتي ليا بزاف ديال الميساجات، وانا غنحط لكم دابا لي سكرين وغادي تفهموا كل شيء. دونك الخوت، كما كتشوفوا معنا هي قالت لكم انا اللي قلبت عليها، فانا اللي كنصيفط لها في النمره اللي كدير فيها التيست. الخوت، انا هذه هي النمره اللي كندير فيها التيست 0628. دونك انتم غادي نجيو الخوت ونرجعوا لاول ميساجات. امتى اول ميساجات الخوت صيفطات لي؟ نهار 12 افريل 2020. انتم كتشوفوا الميساج الاول فيه السلام ما جاوبت ليهاش، ميساج اخر 15 افريل، سي ماشي حشومه تاخذ ليا اللايف ديالي بلا اذن ديالي، قلت لها ممكن توضحي اكثر. انتم الخوت قراو
قالت ليها ها ما فهمتيش، قلت لها نو كنجاوبها. المهم راكم عارفين جواب ديال الانسان اللي ما عنده قيمه راه هو هذا. قالت ليها واخا جو تابي واخا نصوري، قلت لها غير هضري هنا. اوكي معاك صوفيا، تي بري لي دي زعما خديتي ديال الفكره ديالي. لو جوغ اللي درتو في لي ماروكان دي موند، هذا شي جروب ما عرفتوش، نفس داكشي اللي كنقول كتعاودو نورمالمون خاصك تاخد ليا الاذن ديالي. تي بون با انا هاد لي لايف راه كنديرهم دوبي 2017. قلت لها باسي لي الباج ديالك ها وانت مفرج في لي لايف ديالي وما عرفتش اين باج، هي صيفط لي هنا اول صوفيا. قلت لها اختي ما مفرش في اللايف ديالك وما كنعرفكش، صيفط لي هذا الايموجي. قالت لي ايوا دخل تفرج في اللايف ديالي باش تفهم اش كنقول لك، ما يمكنش نفس كلامي اللي كيقول اي كون طاح عليك من الوحي اخويا، سي با لوجيك. قلت لها باس الباج ديالك، صيفطات لي سكرين ديال الباج ديالها. داك النهار راه كنصيفط لك في انستا انتوما عقلوا الخوت، وما كنجاوبهاش باش نطلع معاك ونهضروا، وكانوا الناس كيعرفوني كيقولوا لك طلع صوفيا وما طلعتينيش. لاول مره كنشوف اللايف ديالك ملي صيفطات لي هاد السكرين، مزيان الله يوفقك امين ليا وليك، مي ممكن نعرف كيفاش حتى جاتك الفكره؟ نفس الكلام اللي كتقول، الا كنتي اول مره كتشوف مي لايف باسكو هادشي بيزار. قالت ليا وما تديهاش مني قلت الصواب اخويا. قلت لها نو عادي خذي راحتك، اول حاجه اختي انا ما درتش هاد لي لايف غير ضحك، درتهم زعما غير ضحك مع لي زامي ديالي في الكونت ديالي. من بعد عجبتهم الفكره درت باج وتفاعلوا الناس وعجبهم داكشي اللي كندير، والحمد لله هادشي اللي دايروا غير فوق القنط ونهرسوا به الروتين اللي كنا في الكونفيمو. قلت لها انا خدمتي الحمد لله. دونك هنا كانوا هاد الاوديوات حيت التليفون ديجا عمر وتمسحوا الاوديوات ديال اي واحد، اما كون نبقاو هاد الاوديوات غادي تسمعوا شي حوايج اللي غيصدموكم. قالت لي المهم هنا وياه داكشي سي نورمال، بنادم راه مريض كتسب حتى في المتابعين ديالها، راه حتى انا لو ميم شوز مي ما كنتسوقش حرفه اش كندير، و سي ديفيسيل صحتك هي الاولى تي ترافاي او كوا. هنا ديجا كتسولني حتى على حياتي الشخصيه، قلت لها كوميرسيال جينيرال. الله يوفقك، رد البال مع هاد الفيروس الله يحفظك، ردي غير البال لراسك انت، اما انا رد البال وعارف شنو كندير. دونك سال هاد الشيء هانتوما شوفوا. كتصيفط ليا كان شي لايف اليوم ما جاوبتليهاش، غتحل لايف في انستغرام. قلت لها وي درت لايف اليوم ما شفتوش، قلت لها دابا يجي يسلم عليك، زعما اللايف دابا يجي يسلم عليك. اوكي قالت ليا كي داز طون لايف، هنا عاوتاني صيفطات ليا كي داز طون لايف كيسبوا ثاني ها ولا داروا عقلهم. اصلا هي محسوسه من من من, من المتابعين واللي كيتابعوا هادي محسوسه واش كيسبوا. الا كانوا كيسبوك اختي انا راه ما عمر الحمد لله لحد الان شي واحد سبني، قلت لها ما كاين سبان، ما عمر شي واحد سب غير واحد المره واحده حصلات واحد خينا وسبها هي ماشي انا. كتبت لي ها بلان داكشي اللي كاين خاص غير تعرف كيفاش تدخلي الواحد وصافي، اودي داكشي فيه صداع. انا كيقول لي واحد الراس بلاش من هادشي، مازال نوضو مازال نوضو في الشيب حتى نعس ما بقيتش كنعس. دونك هاد العود الهضره عاودي اختي راسك. قلت لها لا مازال على الشيء بغي صبري معاهم شويه، انا كنهضر معها على اساس انسانه، كنهضر معها على اساس شي انسانه اللي بعقلها الى اخره. دونك هنا الخوت انتوما الا جيتو قراو صيفطات ليا صيفط ليا طون نيميرو بيرسونيل باش نطلعوا شي لايف انا وياك. لوبجيكتيف ديال الخوت من النهار الاول فاش كتدخل عندي اون فوا كتدخل نديرو لايف. دونك هنا الخوت فين عطيت ليها النمره ديالي. دونك الخوت من هاد لي سكرين اللي وريت لكم دابا كنظن بلي راكم فهمتوا بلي هي اللي دخلت لعندي النيميرو اللي كندير بها التيست ماشي انا كما قالت لكم هي في لا فيديو. دونك هنا غندوزو ليطاب واحده اخرى. بقى لي هضر معايا زوين الا جيت لاكادير اولا الا جيت لمراكش نتلاقاو نديرو ان لايف انا وياك، قلت لها هذيك كون بليزير ما كاين حتى مشكل. بقات لا كونفرساسيون مره كنت كنحط شي ستوري ولا شي حاجه كيدخل كيتعنب، قلنا ماشي مشكل. فهمتوا يعني الدراري هما هادو، ما بصراحه انا ما كنتش كندخل معاه في لي ديسكوسيون بزاف، يعني كان كاع كيكتب انكم شي تعليق ولا شي حاجه كنت كندير ديك الضحكه الصفراء وكان دونك الخوت من هنا ملي عطيت لها النيميرو بيرسونيل ديالي هي اللي كانت اللي دخلت لعندي. اجي انكادير، اجي عندي لمراكش، اجي عندي اكادير، اجي عندي لمراكش، نديرو ستوري، نديرو لايف، ضروري خصنا نديرو شي لايف انا وياك، ماشي انا الخوت، وغادي نحط لكم السكرينات، انتم خليكم على الفيديو غنحط لكم سكرينات. دونك هنا ندوزو النقطة واحدة أخرى. المهم أنا غادي نخليكم دابا مع لا كونفرساسيون ياكو باش تشوفو كلشي بعينيكم، أو ميم طون نشرح، ديجا لا كونفرساسيون عندي في هاد الواتساب كيما قلت لكم، غادي نصور لكم بهاد التليفون، تشوفو كلشي بعينيكم، باش نحط الناس تعناب ونحط لهم قلت الهضره اللي كنتي كتقول، وفاش كما كنت كنحط شي ستوري ولا شي حاجه كتدخل كتبدا المهم بلا ما راكم فهمتوا شنو بغيت نقصد. على اي لو 21 اوت صيفط لي كوكو اوكي
قال لي اهلا وسهلا، اش اخبارك؟ قال لي والله صافي الحمد لله، كي دايره نتيا؟ دونك هاد لا كونفرساسيون راه واحد عليكم البارح على اساس انني انا اللي لاصقه. دونك انا صيفط ليه اوديو، انا كنت عارفه كاين في كاجي، شفت لي ستوري ديالو، ما حشيتها ليه، ما عبرتو، ما قلت ليه اجي نتلاقاو، ما قلت ليه اجي نديرو لايف، ما قلت ليه نشوفك، ما قلت ليه عرض عليا. واللقطه اللي قالت لكم الخوت بلي بالاضافه على الهضره اللي قالت انا اللي دخلت عندها باش نديروا لايف ونجي عندها الاكادير الى اخره، كانت عنب عليها في الستوريات. اجيو غادي نوريكم حتى في اي ستوري كنحطها، بلي هي اللي كتعنب لي على اي ستوري كنحطها كتكومونتي عليها. اوكي نخليكم مع السكرينات. دونك الخوت الكونفرساسيون بيني وبينها بدات في 23 افريل 2020 في النيميرو بيرسون فاش عطيتها ليها. ها نتوما كتشوفوا دخلت لعندي كتبت لي ميرسي بور لونيم، قلت لها با سوسي مرحبا بك. قالت لي هنا ديما كتدخلني هاد الدخله، قالوا لي الفانس سبيتيني، قالوا لي الفانس، قالوا لي الفانس، ديما هي كتمسح كل شيء في الفانس ديالها. قالوا لي الفانس كو سبيتيني واش بصح؟ قلت لها اختي لي لايف كيبقاو في لاباج وما كنمسحهمش، بمعنى يمكن لك تدخلي لاي لايف وتشوفي واش سبيتك فيه ولا لا، وانا ما عمري سبيتك ولا سبيت شي واحد ولا هضرت اصلا ولا جبت شي واحد. دونك هنا قلت لها هضرت بنادم زيرو. قالت لي كوا؟ قلت لها هضرت بنادم زيرو. قالت لي الله يهدي. عاوتاني صيفطات لي رمضان مبارك، ما جاوبتهاش على رمضان. صيفطات لي ديما كتصيفط بحال هكا كتبغي باش تجاوبني. قلت لها علامه استفهام. قالت لي ديزوري صيفط لك ميساج بالغلط. قالت لي سي بور سام تحسوك. قلت لها معليش هانتوما باش تعرفوا بلي كتفرج في اللايف ديالي. قالت لي تفرج في اللايف ديالك قبيله الموت ديال الضحك. دونك هنا بقات هضره عاديه كتصيفط ليا اي حاجه واش نقدر ندير هذه. دونك ما كنسوقش ليه. دونك الخوت نجيو الهضره اللي قالت لكم انا كنت عنب عليها وفي اي ستوري حطاتها غنوريكم هنايا. هانتوما الخوت كما قلت لكم في البلاصه ديال التعنب كتعنب عليها. هانتوما شوفوا غير هنايا، هنايا كان صيفطات لي شي حاجه ديال العيد نهار 23 ماي، جاوبتها في اوديو صيفطات لي علينا وعليك الله يبارك فيك. ها نتوما عاوتاني صيفطات لي هنا شي ديديكاس لقيتها اللي كنكون داير فيها لايف في وقت الكونفيمو. راني كنتفرج في اللايف ما جاوبت ليهاش، صيفطت لها ميساج مع الربع حيت لي لايف في الكونفيمو كنبقى حتى الصباح. قلت لها اختي ها الواتساب كيكون مسدود، بمعنى راه ما شفتش الميساج ديالك. ها نتوما ستوري حطيته في انستغرام كتكومونتي عليه. داز عاوتاني شحال ديال الوقت ما بين 31 ماي 12، مصيفطه ليا ميساج هانتوما جي لاكادير نديرو شي لايف. ها هما جوج ديال لي ستوري هي اللي كتعنب فيهم، ما جاوبت ليهاش. شوفوا ميساج اخر الخوت جي لاكادير نديرو لايف. صيفطات اوديو غادي يكون تمسح حيت ديجا التليفون عمر كنمسحها، اللي فيه شي كنلقى لي زوديو تمسحو. حتى الاوديو ديالي كنظن بلا يكون تمسح وي. دونك هنا ها شو ما عرفت، انا قالت لي التيست انا اللي نديرو ليك مازال معك والله واش ترى اختي غادي دير لي تيست انا بحال كاع ما نشوف فيهم في سبيل الله. ها نتوما الخوت حطيت ستوري عاوتاني هي اللي صيفطت لي ميساج ها داوه ليك ولا حرام صافي على الكونت انستغرام كنت حطيت باللي راه رجع. قلت لها نرجع هاد الصباح. دونك هنا الخوت وضحت لكم باللي هي اللي كانت كتعنب عليا وهي اللي دخلت عندي النيميرو بيرسونيل ديالي وهي اللي كانت كتانفيتيني مرارا وتكرارا باش نجيو لاكادير، واي ستوري حطيتها كانت هي اللي كتصيفط ليا. وراكم شفتوا الاجوبه اللي كنجاوبها حدو قدو، حيت تقلات عليا بكثرت لي ميساج وكثرت لي زابيل. دونك هنا الخوت غادي ندخلوا للصحيح. يلا خديت التليفون. كاع المحادثات القديمه كاينه في هذا وهذا حيت من الواتساب. دونك اوغوزمون عندك الزهر، اوغوزمون باللي التليفون الاخر ديالك خسر. مالوغوزمون التليفون ديالي ما خسرش وباقا الكونفرساسيون عندي كامله وانا غادي نحطك بوجهك. دونك الخوت هنا غادي نوريكم كما قلت لكم غندخلوا في الصحيح. هي قالت لكم كونفرساسيون بدات نهار 21 غشت. الخوت راه واش هادي واش مكلخه؟ واش عندك العقل؟ راه الارشيف والتاريخ راه كيبقى مسجل باش تعرفوا الكونفرساسيون فيك. الخوت رجعوا كاملين دابا حبسوا هاد لا فيديو، سيروا لاباج فيسبوك ديالي. اخر لايف درته قبل ما نسافر درته نهار 22 غشت. نهار 22 غشت الخوت انا باقي في العيون، ونهار 23 غشت انا عاد غادي نشد الطريق وغادي نحط لكم دابا لي سكرين باش غادي تشوفوا وغادي اقسم بالله الخوت الا كان خاصني نحبس الفيديو هنا وخا حسيت نحبسو قبيله، حيت اصلا واش انت واش كيحسب لك بنادم حمار ما عنده عقل ما كيفكرش؟ انا غنوريكم السكرينات الخوت ديال اخر لايف درتو في لاباج ديالي فيسبوك اللي نهار 22 غشت، ولا فوتو اللي حطيت فاش يلاه بغيت نشد الطريق نهار 23 غشت. وكاملين عارفين الناس اللي متابعيني نهار سافرت فين مشيت. ما مشيتش لاكادير ديريكت، مشيت لفاس جلست فيها 3 جوغ عاد باش جيت لاكادير. يلا خليكم دابا مع السكرينات. دونك الخوت باش تفهموا ليستوار كامله، هي قالت لكم نهار 21 غشت بدات المحادثه واللي صيفطات ليا. اجيو نشوفوا الخوت، هذه لاباج ديالي فيسبوك كما عاملين عارفين السي محمد السريري واحد. غادي تدخلوا ليها الخوت، غادي تمشيو تدخلوا وغادي ترجعوا. انتوما شوفوا 21 غشت اللي قالت لكم انا رانا بدات معايا الكونفرساسيون وانا في اكادير. 21 غشت انا باقي في دارنا. انتوما 21 غشت غتدخلوا غتلقاو لايف.
اوكي لايف. وها نتوما الخوت، نهار شديت الطريق انا 23 غشت انا يلاه خرجت من العيون. وها نتوما الخوت ملي مشيت فين مشيت؟ مشيت ديريكت لفاس. راكم اللي متابعيني في لي ستوري داكشي راه عارفين بلي مشيت لفاس. شحال جلست فيها؟ جلست فيها 3 جوغ. دونك نهار 26 عاد باش جيت انا لاكادير. دونك الخوت باش بلا ما تستحمر الشعب وتبقى تهضر عرفتي درتي الشوها في راسك. ها نتوما الخوت دخلوا لاباج فيسبوك نهار 21 غشت اللي قالت لكم انا راني في اكادير وحاطه ديك لي كونفرساسيون. انا داير لايف في دارنا. ها الفيسبوك ما كاينش لا دات فيه ما عندك كي دير تبدلها ولا شي حاجه. ها نتوما واجيو لهنا نهار 23 غشت عاد باش انا سافرت. دونك غادي نخليوها الخوت هاد 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 البروف هذا وغادي ندوزو لديك لي ميساج اللي حطات لكم كوكو صافا باش تعرفوا الخوت خلات اللي بغات ومسحات اللي بغات. الميساجات امتى غيبداو؟ نهار 26 غشت ماشي 21 غشت. ركزوا مزيان 26 غشت صيفطات ليا كوكو قلت لها اهلا وسهلا سيروا قلبوا الخوت هادكم هاد الزين صافا. علاش مسحتيها؟ باش تعرفوا الخوت هي اللي كتعنب. الزين صافا اش اخبارك؟ قلت لها والله الا صافا الحمد لله كي دايره انت؟ هنا صيفطات ليا داك الاوديو ديال اللي كتسوني على اللوجيسيال وهنا فين صيفط لها لا فيديو اللي قلت ليها احنا في اكادير كيحسبني واش غادي تعرضي لنا نتغداو. قالت لي هنا فين كاين ها اين بلاصه كنصوني ليك المرس ما خداماش انا ديجا مبلوكي النيميرو ديالك حيت ملي كنكون الخوت ديما كنكون ديال لايف كتصوني عليا ديال ديديكاس 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 النيميرو ديالها اصلا بلوكيها ديجا مصونات عليا جوج مرات هنا فاش قالت لي راني كنصوني ليك قلت لها واش النيميرو ديالك 0027 حيت في الايفون كندخل لبلاصه لي زابيل كنلقى واحد النمره كتصوني مبلوكيها. قالت لي وي جاوب فين كانتوما قراوا الخوت مصوني عليا عاوتاني. ها نتوما سمعوا اش هاد لي رانديفو عندك السي محمد؟ اش هاد لي رانديفو؟ عندك عليك لي ريكلاماسيون من دابا؟ قلنا 8 وصلت 8 كنصوني ما كيجاوب حد. باش عرفي اصلا ما مهتمش اصلا باش غادي نشوفك ولا نتلاقى بيك. هنا الخوت فين صيفطات ليا لوكاليزاسيون باش نتلاقى معاها ومرارا وتكرارا كتصوني في ذاك النهار راه من راه اكثر من 3 السوايع والسيده غير باش تتلاقى معايا ماشيه للصالون وما نعرف اشنو داير كما قالت هي كما انا ما فراسيش فين كانت ولا هذا ماشيه للصالون راكم سمعتوها قالت كانت في الصالون هادشي غير باش تتلاقى معايا. صيفط ليها هنا هالبلاصه فين كاين حيت انا ما مخالش اكادير. تعطلات قلت لها فين حيت كنت اصلا غادي نمشي. جات هنا الخوت فين جات وفي هاد البلاصه فين دار دوك ستوريات وراكم شفتو نتوما كلشي في ستوريات اشكون معانا ومرحبا بك وكذا وكذا. لو كان اصلا كنت مهتم باللقاء معاك ما غاديش نجيك بديك الحاله. انا اصلا باش تعرفوا راكم شفتو الخوت السيده ماشيه للصالون وما نعرف اشنو خاسره وجيتي خيب منيع اصلا ما كنتش باغي نشوفك. راه غير داك الاخلاق اللي كتهضري عليهم هما اللي خلوني انني ندير الصواب وكثرت الميساجات واللي زابي اللي كتصوني عليا باش نشوفك. وراكم شفتو الخوت الحاله باش تلاقيت معاها بفوقيه وكلاكيطه ورغم ذلك دوك ستوريات اللي كدير شوفوا شكون معانا ومرحبا بك غير دوك ستوريات راه تحشمي اصلا تهضري موراهم حيت راه بينتي الناس انك فرحانه وما نعرفاش باش ديري باش تلاقاي معايا. دونك الخوت الكونفرساسيون ردوا البال راه لو 26 فاش بدات ماشي 21 باش تعرفوا باللي راه داك الشيء كله غير مزور والنيميرو هو باش كيبدا وباش كيسالي حيت ما غنحطوش النمره ديالها كما هي حطات النيميرو ديالي داكشي تنهضروا عليه من بعد. احتراما والاخلاق اللي كانت كتهضر عليهم عليهم هي اللي كتقول فيها هذوك الاخلاق وذوك داكشي تربيت عليه وعطيت لها داك الوقت وجيت وخليتها اون فوا كتجي نديرو ستوري هادشي اللي فما هي الغرض ديالها من هادشي كامل هي دير البوز وتطلع لي زابوني على ظهري. مع ذلك قلت لها اختي قلت لها راني ما مساليش اصلا باش نمشي نتعشى معاك وراكم شفتو نتوما في لي ستوري كما قلت لكم الحاله باش جيتها. قالت لي شحال باقي ديال الوقت حيت قلت لها ديجا راه عندي شي ناس غادي يجيو خصني نمشي نتعرض ليهم. قالت لي شحال باقي لهم يجيو؟ قلت لها اختي العشرة معاش غادي يوصلوا. قالت لي دابا باقا تقريبا شي 40 دقيقه نستغلوا هاد 40 دقيقه ونمشيو للكافي نجلسوا ونديروا شي لايف. تحرجت ما عرفت ما نقول قلت لها يلا. مشات بلاصه الطوموبيل ديالها فواحد البارك اللي هو محروس فيه كاميرات ديال شي اوتيل على ما اظن. طلعت معايا في السياره ديالي مشينا لواحد الكافي اللي هي كاينه في مارينا جلسنا. السيده ان فوا جلسنا بقينا كنهضروا شويه السيمو ديال لايف ديال لايف ديال لايف درت لايف شويه هي جالسه قدامي وكتقول لي طلعني معاك. راكم شفتوا كل شيء علاش طلعني معاك باش يتزادوا لي زابوني. دارت معايا داك اللايف عرفوها بلي جالسه معايا تزادت لها تقريبا شي 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 2000 شي 2000 ابوني. قالت او هذا كيفاش دار غير لايف غير من كافي وتزادت لي 2000 دونك خص 2000 دونك خصني نستغلو. وهي تقول لي سيمون شد واحد الدار عند واحد الدري صاحبي ولا المهم شكي عندك شي بيناتهم شكي يعنيها في مارينا ونديرو لايف انا وياك تما. قلت لها ان شاء الله.
هادشي اللي خصات عليك. لا صافي ان شاء الله ماشي مشكل. هنا كيما وضحت لكم الخوت على المحادثه كيفاش حتى جات لعندي، كيفاش حتى بلاصه السياره ديالها في البارك، كيفاش مشينا للكافي. نخليكم على مع لا فيديو اللي كتهضر فيه هي على الكونتاك ديال السياره ديالها الى اخره. اوكي حدا طوموبيلتي بسلامه طلع فرنسيك، بغيت نهبط كندير بحال هكا كنقلب السر ديال طوموبيلتي ما كاينش. انا كنت هزه ثلاثه ديال لي تليفون، ثلاثه ديال التليفونات بلس هذا اللي كنصور به بلس البسطام والسالوج. دونك هاد الحوايج هما اللي كاين في يديا. كندير بحال هكا فين هو فين هي فين هو الكونتاكت ديال الطوموبيل ما كنلقاهش. تخيلوا عندي غير هذيك السالوج دوبل كاين في مراكش، ومراكش دابا مع كونفينمون سدو عليها، يعني ما نقدرش لا ندخل لمراكش لا نخرج. اوكي والسير الطوموبيل فيها لي كارت كيشي ديالي، فيها الورق ديال الطوموبيل، فيها الورق ديال المحاكم، فيها حوايجي، فيها لي شارجور ديال التليفون، فيها كلشي، لان الطوموبيل هي بحال الماريو ديالي، هي فين كنحط فين كنحط كلشي. انا تسطيت هذيك اللحظه ولا كلشي كيدور لي في بالي. تخيل الطوموبيل الكترونيك دوك لي كارت، يعني صعيب صعيب جدا انك تحلي. وكان كان الليل كان تقريبا شي 10 ديالي ولا 11 في غتلقاي مزال شي واحد اللي غيحلها لي. فضغط قلت لي عافاك الا كان ممكن تردني الكافي، راه يمكن طاحت لي الساروج في كافي. رجعنا في الطريق السيد لا غير عطى الخاطر غتلقاي ان شاء الله تفاق لي خير. ديك الهضره كان زعما ما انتظرتهاش منه بصفه نهائيه. قلت ليها ودي راه ما كاينش الكونتاك 100%، راه خليته في البلاصه فين كنا بلاصينا الطوموبيل، حيت انا دخلتهم الغيزيدونس ديال مارينا تما فين فين حط الطوموبيل ديالو، وجينا برجلي لان الباركين كان عامر. قلت ليه دابا غادي ندخلو من تما الله يجازيكم بالخير، وغادي نعاودو نهبطو ونقلب ديك الطريق كلها اللي تزلمنا، غادي نعاود ندوزو منها ونسولو السيكوريتي ونشوفو على الله يكون طاح في شي بلاصه وهزو شي واحد عطاه السيكوريتي. هي هذيك فاش شافني انا يا فريمون لاصقه فيهم، يعني شافني ما غنديش نتفك، لاني انا تخيلوا الطوموبيل عندي من 2017 ما عمرني ضيعت الكونتاكت ديالي، ما عمر نكون هزاه في يدي وطاح ليا في الزنقه ما عمر. ف انايا كلشي داز ليا في راسي، ولكن ما تصورتش انه ممكن يكون هو اللي هز ليا السالوج. هي هذيك فاش شافني السيد انايا لصقت وقلت ليهم والو دور الطوموبيل مع تما وغنهبطو برجل، قال هادي غادي تفرع ليا راسي اجي نعطيها الزمر ديالها. حنا خارجين من مارينا هو يدزل البواطاغون اللي حدايا الراق، حل البواطاغون ويقول لي الساروت ديالك. انا في هذيك اللحظه يعني مبقيتش كنفكر كيفاش تا انا جاتني واحد الوقيته كنقول دابا انا راه واقيلا جاني الزهايمر. انا ميمكنش الطوموبيل ديال الوالد ديالي والله العلي العظيم ما كنقدرش نحل ليه البوطاغو، فما حساك شي واحد اللي ما كنعرفوش واول مره غادي نركب معاه طوموبيلته، مستحيل انني نحل البوطاغو وغاني الساروت وغنحط فيها الساروت ديالي نحطها في البوطاغو ديالو. ما عرفتو حط فيها فلوسو، ما عرفتو حط وراقو، مستحيل. فانا اللي فاش شفت الساروت بقيت غير كنستغرب كنقول راه واقيلا الله اعلم شنو وقع لي، حتى انا شكيت في راسي. بقى السيد كيضحك كيقول لي شتي وكذا وكذا. المهم ما علينا، وصلت حدا الطوموبيل بسلامه باي باي، ركبت طوموبيلتي وكنحمد الله وكنشكرو وكنقول زعما ربي فكني من واحد العاده كنت غن كما سمعتوا في هذا الفيديو هذا اتهمتني على حساب الكونتاكت ديال السياره ديالها. لو كان غير هضرتي على شي حاجه اللي بسيطه بسطام تيليفون الى اخره يقدروا يصدقوك واش انت باغي تستحمري الشعب. السياره ديال الخوت كانت بلاصتها في بارك محروس، هذه راه بلاد القانون، الحق والقانون، راه ماشي جالسين في زريبه. سالينا الخوت من الكافي، ديتها السياره ديالها بغات تنزل. ملي شافتني اصلا انا ما غاديش ندوز مع واحد الوقت اللي هو طويل بزاف، هي باش غادي تلصق دارت السبه ولا كونتاكت. وملي دارت هادشي كامل انا تاكدت بلي هي حطات هذاك الساروت بوزمان ديالها باش تدوز معايا اطول وقت. ومع ذلك درت فيها واحد البليزير، قلت لها يلا اختي مشاو نرجعوا للكافي، ورجعنا للكافي وضيعت بزاف ديال الوقت على ودها. قلت لها غير قلبي حداك قلبي مزيان، فتحات البوزمان قلبات في البوزمان اللي كتحط عليا يد لقات الكونتاكت. كيفاش انا جالس القدام والدري صاحبي جالس قدام والكونتاكت ديالك انت اللور، كيفاش اصلا غادي نهز انا الكونتاكت ديالك وانت هي جالسه اللور؟ انت فين كاينه؟ انت مصيفطه معنا الكونتاكت وانت ما كايناش، انت راك معنا. والواحد مثلا الا خارج وهز مثلا تليفون وكونتاكت هذوك راه ما كيتفاقوش معاه، عطيتيني الكونتاكت ديالك حطيتيه حدايا شي حاجه الكونتاكت بقى عندك. دونك كون غير ما هضرتش على هذه الفكره هذه بلا ما تستحمري الشعب، حيت هنا راك بينتي انك اصلا
كنتي باغا تدوزي معايا اطول وقت، هادشي كامل كديرو كامل غير على ود لي زابوني. واصلا الطوموبيل اللي كتقولي الكونتاك مال الكونتاك، راك انت بعينك راكي شتي السياره ديالي، غير الروايد بربعة ديال الطوموبيل ديالي غلا من ديك الطوموبيل ديالك. واش غندير انا بالطوموبيل ديالك ملي جايب لا طوموبيل؟ واش انت شويه لاباس غنجي ونسرق لك الطوموبيل ديالك؟ واش حنا كاينين في السيبه؟ الطوموبيل ما عارف انا وراك ما عرفت شي حاجه، شي حاجه اللي ما كتدخلش للعقل، كتدخلش للعقل بصفه نهائيه. دونك الخوت هذا السيجي هذا بلا ما نزيدو نعطيو اهميه اكثر، حيت اصلا واضح وضوح الشمس، حنا راه في بلاد الحق والقانون الحمد لله. دونك هنا غادي نسدو هذا السيجي هذا وغادي ندوزو لنقطه واحده اخرى. هذاك لو لوندوما صيفط لي ميساج اللي غنوريكم دابا. اوكي انا غادي نعاود نوريكم الميساج ديال فاش كانت مارينا راه كان يتداير له لايف وقال لي فينك ما فينك اجينا مارينا. انا غادي نوريكم دابا لا كونفرساسيون. الوغ دونك ها هي السميتو ديالو. هنايا لو لوندوما مهم قلت ليه واش وصلتو بخير كذا كذا، قال لي وي. قال لي يودي يوا باني نديرو شي بلان الا كنتي مساليه. قلت ليه ايه مرحبا، هادشي مع 11 و 28. قال لي فينك دابا؟ قلت ليه حنا. قال لي فينك دابا؟ حنا غاديين لابيسين اجي عندنا المارينا. اوكي قلت ليه انا في سوق الحد والله ما عرفت الا ساليت بكري ندوز عندكم. اوكي ديجا هو فهاد اللقطه هادي شنو دار؟ فاش مشيت عندهم المارينا صحابو اللي جالسين معاه قال لهم دار راسو بحال لا انا اللي جايه لاصقاه. اوكي دونك شوفوا نتوما لو ميساج. قال لي اجي عندنا المارينا. اوكي قال لي اوكي ما تعطلش واجي. والخوت تشبعوا ضحك في الضحك اللي دارت فيها هي. الكونفرساسيون اللي حطات لكم من مورا داك الشيء كامل ديال اش اخبارك اجي عندنا المارينا الى اخره، ديك الكونفرساسيون فيك، هذيك كونفرساسيون ما دياليش انا. كنتحداك السي محمد السريري انك توري للمتابعين ديري فيديو انا مسامحك تبيني النيميرو بيرسونيل ديالي واخا داير فيها ابومون ايليميتي ما عنديش المشكل، غادي ندير نمره اخرى، غادي ديري فيديو وغادي توري لهم ديك الكونفرساسيون باللي الرقم ديالي وطلعي وبيني لهم بلي الكونفرساسيون ديالي. دونك دابا غادي ندوزو نوريكم عاد نوريكم دوك السكرينات ديال الكونفرساسيون فين سالات بيني وبينها. سكرينات الخوت ها هما باش سالات الكونفرساسيون ديالي وديالها بصفه نهائيه. غادي تجي انتي وغادي ديري لهم بحال هكا، غادي توري لهم هذيك الشاط بالنمره ديالي، غتوركي على السميه ديالي وتبيني لهم تبيني لهم النمره ديالي انا مسامحك تبيني ليها، انا كنقولها بالصوت والصوره. دونك الخوت ها انتم باش ما نمشيوش بعيد، ها الصوت ديالها. عقلتوا على هذا الاوديو؟ اوكي ها انتم باش سالات سكرين الهضره بيني وبينها. 27 غشت كوكو وصلتوا بخير؟ قلت لها صباح النور. وياه وصلت ونعس وضربتني الفيقه في هذه 6 ديال الصباح. قالت لي ها انا 6 ديال الصباح نعس ضربتني الفيقه في هذه 10. ايوا تبحرنا بكري هنا باش تعرفوا باللي هي اللي كانت دايره معايا باش نتبحروا. قلت لها والله ما ساليت حتى لديك العشرة، ماشي مشكل اسيدي. الخوت اخر كونفرساسيون كانت بيني وبينها بصفه نهائيه قطعا هي هذه. انا كان عندك انا كنت حداك توري المتابعين دوك الميساجات اللي وريتيهم بالنمره ديالي، غادي تجي وتوركي على النيميرو ديالي وغتوريها لهم. انا النيميرو ديالك ما نوريهاش، بغيتك انت توري لهم النيميرو ديالي. اوكي غادي ديري بحال هكا وتوري لهم. انا كنأكد لكم الخوت ها الكونفرساسيون الاخيره ديالي بيني وبينها فاش سالات، وها هي هنا اللي لاصقاني نمشيو للبحر وهي اللي لاصقه باش نمشي لابيسين. ها انت تا السميه ديالك صوفيا اللصقه، اللهم لا حسد بعدي مني اختي عطيني باش بردي اتساع. دونك كيما قلت لكم مشيت للمارينا عندهم ساليت مشيت تلاقيت وجلس هو صحابو جلست معاهم سلام صافا كذا كذا كذا. شنو غنديرو؟ غادي نمشيو لابيسين. تمشي معانا؟ قلت ليه مرحبا يلا نمشيو. مشينا سيدي لابيسين. الخوت هذاك الصباح كنت انا والصديق ديالي وشي معارف جالسين في مارينا كنفطرو، درت ستوري بلي كنفطر، شافت ستوري كما هي اصلا متابعه للستوري ديالي، اي ستوري كنحطها هي الاولى كتشوفهم. كتصوني عليا المره الاولى ما جاوت ليهاش، المره الثانيه ما جاوتهاش، المره الثالثه قلت الدراري صحابي 100% هاد اللصقه هادي راه كاينه هنا، اما كتشوفي شي حاجه غادي تقول هذا باش يجاوبني اخره. قلت نجاوبها، جاوبتها السلام عليكم السلام صافا فينك؟ قلت لها انا في مارينا كنفطر. قلت لي انا قريبه لكم انا جايه. قلت الدراري صحابي يا ربي السلام عاوتاني ها الفروسي جاي. فعلا جالسين كنفطروا كنتسناو اقسم بالله الا كنا غادي نوضوا ما كاملاش تقريبا جوج دقائق ثلاثه هي وداز منا. حنا كنفطروا في واحد الكافي في مارينا، هي دايزه السيمو كتشوفني السيمو شيرات ليا مشات بلاصه السياره ديالها، جات جلسات السلام عليكم السلام صافا بخير لاخيري. مع جلسات عاوتاني الخوت راكم شفتوا واحد الصوري كانت حطاتها، اجي تشوفوا انا كنفطر مع السي محمد سري اخيره. خليت هذيك لا ستوري ماشي مشكل. دونك
كنا حنا اصلا والدراري دايرين باش غادي يمشيو لابيسين. شوفوا باش تعرفوا بنادم لاصق الكولا سبيسيال ديال بصح. السيده جايه باش 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 باش, باش, باش دير ستوري، ملي قلنا لها غادي نمشيو لابيسين لصقه، قالت انا نمشي معكم لابيسين ولكن نمشي نشري مايو، راه ما جايباش معايا مايو. يا ربي السلامه. انا والدري صاحبي اصلا ديجا قلنا له بلي الدراري اللي كانوا معايا قلت لهم بلي اصلا حنا راه ما جايبينش الحوايج ديال العمان الى اخره، حنا غادي نمشيو نشريو العمان الشورت الى اخره، نضنا باش نمشيو نشريو الشورت انا والدري وفوطه الى اخره. مشينا داكشي اللي بغيت ما لقيتوش في دوك المحلات اللي كاينين تما، رجعنا لقيناهم ديجا هما نوضوا الهضره وراكم عارفين تلاقاو المراهقين مع بعضياتهم. شي كيهضر فيك من هنا شي كيهضر فيك من هنا، اقسم بالله انا ما كنباليش بشي واحد كيهضر فيا كيما بغى يكون نوعه. جينا قلت لهم داكشي اللي بغينا حنا ما لقيناش، قالوا لنا هما، قالوا لنا حنا راه غادي نمشيو غادي نسبقوكم من لابيسين ونصيفطوا لكم الكونفرساسيون، نصيفطوا لكم عفوا اللوكاليزاسيون ديال لابيسين اللي غادي نكونوا فيه. تما درت انا امر طوموبيل انا والصديق ديالي، مشينا خرجنا على برا نقلبوا على الشورت الى اخره. فعلا داكشي اللي دار مشينا شرينا الشورت ديالنا، هما سبقونا لابيسين صيفطوا لنا اللوكاليزاسيون وصافي مشينا لابيسين. تخيلوا معايا الخوت فاش فين داك لابيس، راكم شفتوا ديجا ستوري بلي ما عجبنيش، اقسم بالله العظيم هما جلسوا فواحد البلاصه الفوق، انا ما جلستش حداهم، قلت للدري صاحبي يلاه نتعزلوا وجلسنا انا وياه لتحت. نزل هو ضربها بواحد العومه ما عجبوش داك لابيس اللي ديجا اصلا غادي الدراري الصغار، نزلت انا كذلك طلع فوق من واحد الدري صغير، قلت للدري صاحبي يلاه نمشيو لهاد لابيس هذا. درت ماش السياره ديالي ورجعنا بحالنا لاكادير. وواحد النقطه اللي نسيت ما شرت ليها واللي هي مهمه بزاف، انت قبل بيومين قلتي بلي انا كنت باغي نفرك الكونتاكت، علاش من بعد يومين جاي باغا تمشي معنا لابيسين؟ علاش ما قلتي داك هذاك النهار والو؟ وعلاش جيتي تلاقيتي معايا؟ وعلاش جيتي درتي ستوري؟ الحسد راكم عارفين الخوت ما عنده دواء. السيد اصلا صحابو ما تعاملش معاهم زوين، دونك هذوك صحابو هما اللي وقفوا معايا حتى طلع، وقفوا معايا حتى فريم وصل. اوكي، واخا هو راه ما وصل حتى بزاف، بالنسبه لي انا راه ما وصل حتى حاجه. فهما اللي عاونوا وداك الشيء حتى طلع على باج ديالو، تطلع ب 100 كاس على انستغرام. المهم بدا كيدير معاهم فعل ديال الدراري الصغار. واحد النقطه اللي هضرتي عليها ديال اصحابك اللي عاونوك، صباح ممكن تصور العرسي يعاونو غير يوسف. اجي الاخت، اشوفي انا بعد ما كنكرش الخير ديال اي واحد عاوني ولو غير مشاهده، كنبقى في ديل ومدين ليهم، وديما نفتخر باي واحد انا مدي يد المساعده نفتخر به وكندير المستحيل على ودو. انا كنتي فاش جلستي معايا بنادم اصلا لا علاقه وكبرت به وعطيت ليه واحد الصوره قدامك، حيت انا من طبعي كندير ديما ديك القضيه. مثلا معايا شي واحد كيجي شي صديق ديالي ولا ما كيعرفوش، كنقدم ليك فلان وفلان شي حوايج كاينين شي حوايج كاع ما كاينش كنقولهم، دونك هذوك نكره وغيبقاو نكره بالنسبه ليا. وبلا ما لا لا حيت ضحكتي بزاف. الهضره اللي قلتي عاوتاني ديال 400 كا وكذا، هادشي انا اختي بديتو غير في الكونفينمون، وشوفي فين وصلت، شوفي انت شحال اللي كتقولي من 2017، وشوفي غير الكونت ديالك انستغرام كذا 30 كا ما تحركات حتى هضرتي على هاد الشخص اللي قدامك. انا دابا داكشي اللي ما وريتكمش هو في الاستوري ديال انستغرام غادي نوريه لكم، خليكم معايا باش ندخل الواتساب وتشوفوا لا كونفرساسيون مورا النهار ديال لابيسين شنو صافت ليا وشنو قال. يلا هاك الشريف شوف شنو قلتي. دونك الغد لي صيفط ليا اهلا صباح النور، المهم ما عرفتش واش الغد لي ولا دو جوغ ابخي، اهلا صباح النور قلت ليه وي بونجور، قال لي سافا يلا فرت اللي كتبعتي، قال لي صافا الحمد لله، قلت ليه ترانكيل، قال لي اش درنا مازال في داك البلان، قلت ليه اين بلان، قال لي لايف صاحبتي، قلت ليه انا غير نسالي شي تخربيق عندي هاد الايامات وانا معاك ان شاء الله، راه ما نسيتكش والله، قال لي ايوا انا راه باقي ليا في اكادير اليوم وغدا. ما جاوبتوش ايوا فينك، قلت ليه اوكي سي بون صافي. وبالنسبه لهذا السكرينات اللي حطات عاوتاني، كما وريت لكم قبيله في السكرينات، اخر هضره كانت بيني وبينها هي هذيك، جبدي الواتساب ووري لهم النمره ديالي ووري لهم هاد السكرينات هادو، عندك ما ديريهاش، جبدي المتابعين هاد السكرين هذا اللي حطيتي هنا اش درنا مازال داك البلان، قلتي لي انت اين بلان لايف صاحبتي، انا نقول لك حتى صاحبتي نحشم نقول لك حتى بالضحك، غادي تجبدي الكونفرساسيون وانا السي محمد سريري الصوت والصوره غادي توركي على النمره ديالي وغتقول له ما هي النمره ديالو 0661 راكي عارفها، وغادي توري دوك الميساجات. دونك بوان فينال ما غاديش نزيد نهضر على هذا الموضوع حيت اصلا فيك، يلا بين لهم الحقيقه. دوك يصيفطوا ليا
هذاك راه شفر الناس، راه نصب على الناس 28 مليون، دار لهم لايف يو نو، هز شد الفلوس وهرب. وفعلا هذاك الشيء كان هو اللي واقع. دونك نصب على الناس، قال لهم دخلوا اليو نو غادي تربحوا، كاين صندوق فيه 22 مليون، غتربحوا كل واحد شي غيربح 10000 درهم، شي غيربح 5000 درهم، شي غيربح 2000 درهم. شد الفلوس دارهم في جيبو، مشى شرا الطوموبيل، جا لأكادير باش يقصر مع راساتو ويدوز الكونجي ديالو بالفلوس ديال الناس اللي دخلوا وصوتوا عليه. فاش شفت انا داك التخويض وبزاف ديال الناس قال لي ردي بالك، راه هو راه ديجا التواصل ديالو مكحله مع الناس، والناس اصلا راه دخلوا سينالوا ليه الكونت ديالو وطيروه ليه. هذا واحد الاتهام خطير خطير ديال نصبت على الناس في يونو، الصندوق ديال يونو الى اخره. الناس اللي معنا في يونو وكيف وداخلين معنا الابليكاسيون ديال يونو راه فاهمين بلي داك الصندوق فيه لايكات ماشي فلوس. و الا كنت شي واحد نصبت عليه في يونو ولا هذا، علاش ما مشيتيش ديكلاري؟ ها انا السي محمد السريري، امشي ديكلاري، سيري ديكلاري حتى انت. الا كان شي واحد من العائله ديالك ولا انت كنتي حتى انت نصبت عليك في يونو، يمكن لك تمشي ديكلاري. هذه نقطه ديال يونو. واقيلا كنظن بلي الرصيد ديال يونو كان ما وصلش داك العدد ديال 120 مليون. لهذا يونو اصلا انا يلاه بادي فيه دابا تقريبا شي شهر و20 يوم، والناس اللي متابعيني في يونو راه عارفين بلي هذوك لي لايك. وحتى الا كانت خرجات من فمي ديك الليله بلي غادي نفتح الصندوق، هذاك الصندوق عامر بلي لايك، راه المتابعين اللي كانوا داخلين داك اللايف راه هما اللي كانوا غادي يستافدوا اكثر، حيت غادي يطلع لهم الليفل ملي غنفتح الصندوق وغادي يتعطاو لهم لي باكس اللي هما اللي كاينين في الصندوق. هذا من جهه. وغادي نهضروا على الانستغرام اللي قلتي المتابعين ديالي كانوا سينيالوا ليا الكونت ديال الانستغرام. الانستغرام ما كانش عندي فيه مشكل في السينيال، كان عندي مشكل الاداره اللي كانت كتسدوا ليا. والحمد لله السيد اللي كان اللي كيرجعوا ليا راه هو ادرى بهذا الشيء كامل. حتى هذا موضوع سديناه. وحطيت انا هذيك لا ستوري، يعني فاش كليكم فاش قال لي الدري فوالا فوالا راه هو اللي هز لك الساروت، دونك هادشي كامل بعدا وقع قبل ما نعرف ان راه الساروت هو اللي هزها ليا. صحابو طلع لهم الدم منه، قال لي ها شنو كاين شنو كاين شنو كاين فوالا، واش الساروت ديال الطوموبيل مشات ليك؟ قلت لهم وي باش عرفتو. يعني تخيل هما كاع ما كانوا معنا في هذيك الليله، كان معنا هو واحد صاحبو اصلا داك صاحبو ما مشاش معنا لابيسين. قال لي فوالا راه هو اللي هز لك الساروت خباها، هو براسو قالها لهم. قال لي جمعي راسك وعرفي دابا اش كدير. انا بصراحه فاش عاودوا لي داكشي ما قدرتش انني نصبر. وهذا اتهام خطير، لانك فتحتي واحد الباب اللي صعيب يتسد عليك. قلتي بلي دوك الناس قالوا لك انا شفرت لك السوارت ديال الطوموبيل. عقلي مزيان على هذه الهضره، هذه عقلي مزيان على هذه الجمله، حيت مازال غادي تقولوها ان شاء الله في بلاصه اخرى. راه سي محمد داير عليك لايف كيهضر عليك، راه انك انت لصقتيه وما بغاش هو يدير معاك لايف، وانه قال عليك انك فاش تلاقيتي معاه كنتي جايه هذا الزمان يعني الحمل. وسيبوزون كاع سيبوزون انني انا مثلا كاع عرضت عليك راسي او لا مثلا كنت باغاك، واش انت كنت غتقدر انك تقاومني؟ علاش انت هو يوسف الصديق باش انك تقاومني؟ او لا لا جيبه معها لا بيلول وانا ما بغيتش. دونك هادشي هو اللي بغى يبين دوك البروشات اللي كيتابعوا على الفيسبوك على انستغرام، واصلا هما اللي كبروا لي الشان يعني نخشوا عليه بزاف. فانا حنيني راه نيفو طالع بزاف عليك. فعلا المستوى ديالك طالع، ولكن في التحرميات والخداع والنفاق واستحمار المتابعين. حيت انا ما يشرفنيش نتلاقى بك ولا نجلس معاك، فما بالك شي حاجه اخرى. وداك الفنيد فعلا جبتيه معاك، هذه حقيقه ما غاديش نخبعوها. وانا ما جيتش هنا باش نشهر بك، فقط جيت باش نبين للمتابعين ديالي الحقيقه نقطه ورجعوا للسطر. نخليكم على فيديو ونكملوا. الحمار لاح ستوري كو انا زعما لي لاصقاه، وانا اللي باغا ندير معاه اللايف، وانا اللي ميت عليه ولا ما نعرف كاع زعما باش يبين البنات لدوك البروشات اللي عنده انا زعما انا راه شي حاجه. فانا لو كنت باغاك راه من اشاره بس من عندي لك غير هاي ونجيك تجري. ف مشيتي غلط بزاف فراسك وليدي، ومورا هادشي كاع انا راه عندي كاع البلاصه ديالك المقيحين، عندي كاع اسرارك،
عندي كاع الناس اللي نصبتي على عباد الله، البنات اللي هضرتي معاهم واللي طلعوا معاك في اللايف مثلوا معاك وطمعتيهم 200 درهم و 300 درهم باش انك عطيت لهم 200 درهم و 300 درهم وما صيفطت لهم حتى شي حاجه. دونك فاش شافوا هاد الشهاده ديالك راه دخلوا صيفطوا لي سكرين، عندي لي سكرين ديال الميساجات ديالك بينك وبينهم، عندي الميساجات اللي صيفطوا لك مورا فاش انت طلعتيهم معاك في اللايف ما بغيتيش تخلصهم. دونك كلشي كاين عندي، هضره واحده منك مازال غادي نحطك. وبالنسبه للهضره اللي حطيتي اللي قلتي عندك عليا دواسه مقيحين، انا كنتحداك انت وهذوك اللي قالوا لك هذه الهضره هذه انك تحطي ولو نقطه واحده عليا. الحمد لله معروف في لونتوراج ديالي ورقه بيضاء، كنتحداك. وحاجه اخرى بالنسبه لللايف اللي درتي وحطيتي لا فيديو ديالي هذاك السناب، دوك لي سناب انا اللي حاطهم في الكونط ديالي، وهذا الشيء ما غنهضرش عليه هنا، هذاك الشيء مسطره بوحدها، غادي يجي الاتصال ديالها ان شاء الله من بعد. وحاجه اخرى قلتي لي عاوتاني كنعطي للناس يمكن معايا 300 درهم 200 درهم شحال قدي، انا راه كندوز اختي اكثر من 100 ابيل في النهار، شحال قدي نمثل، شحال قدي شحال خصني ممثلين، واش هذا الشيء كتقوليه من نيتك؟ كنتحداك عاوتاني كذلك تبيني لي شي واحد ولا جوج اللي ممثلين معايا في شي ابيل وحده من النهار بديت الان ابيل وحده فيها تمثيليه. ونقطة واحدة أخرى على النصب، على المتضرر أن يلجأ للقضاء، أي واحد نصبت عليه في شي حاجة يلجأ للقضاء، أنا راني باقي كاين ما ماشي هارب ولا هذا، يمشي للقضاء. أنا لالك ونسيتك وما توصلني لا في قرايتي لا في تربيتي لا في الحمد لله مستواي الثقافي، أنت راك ما خدام مادام ما قاري ما حتى شي حاجة، كل ما كتكسب في رصيدك المعرفي راني سبق ليا وقلتها هي ديك شمس العشيه، يعني حتى الناس فاش كتلاقى معاهم في ارض الواقع ما عندكش حتى الشخصيه باش انك تهضر معاهم، يعني كيجي عندك بنادم كيفرح بيك وداك الشيء، انت كل ما كتعرف غير ديك الكلمه ديال كتفرج الشمس العشيه، هادشي كتعرف انت، يلا حنيتي عينيك في الدنيا، يلا بانوا لك الفلوس، يلا بانوا لك الطوموبيلات، حنا الحمد لله راه اي حاجه درناها واي حاجه وصلناها راه وصلناها بالمجهود الشخصي ديالنا وكتافنا وبدراعنا وتحكينا وعرفنا بحق الزمان، اما انت راه حليتي عينيك لقيتي باك موفر لك كلشي، بان لك ديك الكادي داك البيكوب كتليفري به الحوانت وكضحك على البروشه ديال انستغرام وسميتو انا خدام الشركه ما الشركه، دونك راه البوس ديال كلهم كاين عند وليدي، جمع راسك وما تجيبش لا سفيان فمك اوكي. وهاد النقطة هادي ديال انك قلتي ما قاريش ما متقافش الرصيد ديالك هو الشمس العشية، شوية بوفري، شوية عنده بيكوب، عنده كادي، عنده اودي، ما نعرفش عنده، واقيلا لا عرفتي شنو عندي غادي يضرك راسك. ذاك الجنس الثالث اللي قال لك هاد الهضرة، اجي شوفي شنو عندي واجي نشوفوا اشنو عندهم، اجي نقطع لك في الطيارة الي وروتور، وسولي عليا في مدينة العيون، وسولي عليا في جماعة بكرة كري غير السريري غادي يقول لك شنو عندهم. واخا هادشي انا ما كنبغيش نهضر فيه، ما كنبغيش نبين الناس اصلا اشنو عندنا ولا ما عندناش، الحمد لله بحالنا بحال الناس متواضعين مع الناس، ما عندناش ما خصناش ما كنبينوش داكشي اللي عندنا، اوكي مالكم تسناقضها غير مع راس، حكا عنده رصيد ديالو غير الشمس العشيه، شويه حكا حل عينيه القبه موفر ليه كلشي، الحمد لله من اللي حلينا عينينا حلينا في الخير، لقينا والدينا موفرين لينا ايتها حاجه من ا حتى الزيد، وهذا من فضل الله عز وجل. انا راني خديت مجرى اخر، اوكي راني درت عليك شكايه ان شاء الله يوم الاثنين غادي ندفعها الوكيل نائب وكيل الملك، فيها كل شيء اوكي. المهم انا غادي نصورها لكم، شكايه فيها محاوله سرقه والسب والقذف والتشهير، دونك انت ديك الهضره اللي قلتي عليا كلها غادي تربع عليها ان شاء الله، هي الشكايه ان شاء الله نهار اثنين غادي ندفعها وبيناتنا القضاء ان شاء الله في هادشي. فعلا القانون والقضاء بيننا، وكنتحداك انت فا زي واو اللي هذا هو الاسم الحقيقي ديالك اللي اصلا انت ما راضياش به، كنتحداك الى عندك انت وهذوك الناس اللي كتقولي انهم قالوا لك عليا انا درت لك وكذا، كنتحداك انك الى عندك دليل صغير انني هضرت عليك بالاسم ديالك او بالصوره ديالك الى اخره، انك تكملي في الاجراءات ديالك. ومن الجهه ديالي حتى انا راني عندي جمعت جميع الادله وعطيتهم للمحامي ديالي والكوبي ديالهم هو باقي كاين هنا،
بلا ما نوري كل شيء، غنوري غير المقدمه ديال الصوره اللي حطيتي، غير مجرد ان الاسم والنسب ديالي انك رافع عليا دعوه، هذا دليل. وهادو اقراص اللي فيهم اللي درتي اللايف، اللي درتي اللايف اللايف والبارح، وكتبيني اليوم انني سكران وكاين الحشيش والكارو، هذا جوج. والثالث اللي هو لا فيديو اللي اللي شهرتي بيا واتهمتيني اتهامات خطيره اللي هي اصلا ما منها حتى شي حاجه، والحمد لله كل شيء عارفني ورقه بيضاء. وهذا ميساج لاي واحد يسيء ليا وليسيء لاي واحد كيما بغى يكون في هذا العالم ديال السوشيال ميديا، لان الحمد لله احنا في بلاد الحق والقانون، كاين الشرطه العلميه، كاين الشرطه الالكترونيه، كاين اصحاب الخبره باش غير تجي وتهضر وتمس بالكرامه ديال الشخص، راه ماشي ساهل. الحمد لله كما قلت لكم احنا في بلاد الحق والقانون، كل واحد غادي ياخذ الحق ديالو، سواء انت سواء دوك الناس حتى هما اللي قلتي هذه الهضره هذه، قالوا في هذه الهضره هذه. اخر حاجه غنقول، سمحوا لي الخوت بزاف على هذا الرد، حيت انا مولفش كنرد على شي حاجه بحال هكا، وهذا غنوصل لكم هذا الميساج اللي هنا هو اول رد واخر رد غادي يكون لا عليك لا على اي واحد، كل حاجه عندها المجرى ديالها. دونك الخوت كنعتذر على هذا الرد هذا، كما قلت لكم بيناتنا القضاء، ومرحبا بك في دهاليز محاكم مدينه العيون. احلى تحياتي لكم، شكرا متابعين الهوتر فاميلي، بيس، تحياتي لكم، مع السلامه.